ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل موفدة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى، بعد التحية ضعينا في آخر مستجدات أجندة نشاط السيد الرئيس اليوم في بروكسل. نعم، منذ لحظات تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقابلة ملك بلجيكا وأيضا رئيس البرلمان الأوروبي. هذا اللقاء سيبدأ بعد قليل، وفي المساء لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من رجال الأعمال البلجيكيين ومجموعة من الشركات من خلال مائدة مستديرة. وكما تابعنا في التقرير، فقد كان هناك لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمجموعة من رؤساء الشركات البلجيكية، ثلاث شركات بالتحديد متخصصة في مجالات متنوعة، ما بينها التكريك، حماية الشواطئ والملاحة والطاقة. هذا الملف الذي تهتم به مصر في إطار التحول للاقتصاد الأخضر وطاقة الهيدروجين والاعتماد عليها. كانت هناك إشادة من قبل رؤساء هذه الشركات بالتجربة المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التي تقام في مصر، أيضا اهتمام مصر بمجال الطاقة المتجددة في إطار سعيها للحفاظ على البيئة ومواجهة كارثة التغير المناخي، بالتأكيد أيضا في ظل استضافتها لقمة المناخ هذا العام في مدينة شرم الشيخ. ملفات عدة طرحت صباح اليوم خلال هذه اللقاءات، كلها تعكس التوجهات المصرية لدعم الشراكة مع الجانب البلجيكي، وأيضا ما سيتناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي، في هذا النطاق بالتحديد أو في هذا المجال ما يتعلق بالطاقة، وطرح الرؤية المصرية في هذا المجال من خلال القمة المنتظرة في الغد. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الغد سيكون له لقاء خاص مع رئيس وزراء بلجيكا، مع أيضا رئيسة البرلمان الأوروبي، بعدها سيتوجه للجلسة الخاصة بافتتاح قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي السادسة التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي كان لمصر شارف استضافة قمتها الأولى في عام 2000. نعم، مفادة التلفزيون المصري من بروكسل ليلى عمر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.